إدلب الخضراء كما يصفها أبناء سوريا باتت في هذه الأيام إدلب الحمراء، فمجازر طيران النظام وروسيا حولت خضار الزيتون رمز السلام إلى أحمر اللون رمز الدماء. أكثر من 50 شهيداً و 250 جريحاً سقطوا بقصف جوي روسي مكثف استهدف تجمعات سكنية ومراكز حيوية في مدينة إدلب. العدد الأكبر من الضحايا سقطوا بغارة جوية استهدفت مبنى سكنيا مؤلفا من 4 طوابق، ما أدى لانهياره بالكامل واستشهاد 25 مدنيا وإصابة العشرات. بناء يتألف من 4 طوابق استهدفوا الطيران الروسي، مما أدى إلى دماره بالكامل، وتم استخراج حاليا 25 جسي من هذا البناء 4 طوابق. المستشفى الوطني في المدينة خرج عن الخدمة أيضا نتيجة استهدافه بغارتين جويتين، ما زاد الحالة الإنسانية سوءا، كما شهدت بعض الأحياء حركة نزوح للأهالي خوفا من تكرار القصف. وزارة الدفاع الروسية نفت من جانبها تنفيذ أي مهام قتالية في المنطقة وخاصة في محافظة إدلب، في حين لم يصدر أي تعليق من النظام على المجزرة. وسائل إعلام مؤيدة قالت إن القصف استهدف مقرات لجيش الفتح، إلا أن الأهالي أكدوا على أن قصفا جويا استهدف تجمعات سكنية في المدينة. اللي صار امبارح بالليل كنا آمنين في أمان واطمئنان، وما في عنا نحن في الحارة شيء اسمه مقرات ولا في شيء اسمه، كلاتنا مدنيين وكلاتنا ناس مسالمين عايشين في أمان الرحمن إن شاء الله، ولكن النظام الظالم أبى إلا أن يكون مجرما، إلا أن يكون مجرما، فرمانا بصواريخ وطائرات. شهر جديد من مأساة السوريين المستمرة يمضي على وقع المجازر، فمطلع الشهر بدأ وحلب تحترق وانتهى وإدلب تشتعل بنيران الأسد وحلفائه.